نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة هذا الحديث وهي أن مكة تلفظ أشرارها؟ ما أعرفه، لكن اللي ورد أنه أن الدجال إذا خرج أنه لا يدخل المدينة النبوية، ولكنها ترجف ويخرج منها الأشرار، يخرجون منها، يخرجهم الله منها، ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.